بس معانا ببلاك بيري بنت بول 6 اشهر. يلا ولا عبوا وسمع ولا عبوا ويلا يلا فاصل. لك نايم نايم هناك. نروح فاصل ونرجع داير مع جبل شعيبي والعب. معكم عقد فاصل وعطنا الاتصال يا ريفيرسي ريفيرس يا ريفيرس يا ريفيرس يا ريفيرس يا محمد. الو محمد السلام عليكم. شلونك محمد؟ بارك عليكم بعد الشهر. علينا وعليك. شو اخبارك؟ الله يسلمك ويخليك. شو رايك برنامج؟ وبرنامج وايد روعه. انا اول ما سمعت فيها شو اسمه بزز مسج ومربح قلت ما يبي له خلنا نطرش لكم حبيبي ما تقصرون معانا بعد عمري. نبي الايباد على قولتهم. اوكي بس لازم تكون سريع وياي. يلا خلاص بتساعدنا عاد انت بعد انت طيب واحنا نستاهل. بس كن سريع. يلا كن سريع. اوكي بس ساعدنا شوي. اي بس كن سريع. يلا يلا زوم شايفين بعض. فوكس. ما اسمع. فوك هلا كاتب منو؟ هلا الو فوكس. اعطيك خمس اسئله تعطيني خمس اجوبه. يلا احسن. يلا احسن. ها ولا تبي العبك فوكس؟ يلا والله اريح لك. شنو اللي تسال؟ اوكي ماكو مشكله. منو كاتب نشيد الوطن الكويتي؟ شنو اخر الاشهر القمريه؟ شنو اسم الرتبه العسكريه اللي فيها ثلاث نجوم؟ شنو اسم سيدنا يوسف عليه السلام عند الفراعنه؟ مارسيلو باي نادي يلعب؟ مارسيلو ريال مدريد. حلو. شو اسمه السؤال بعد؟ ثلاث نجوم نغيب مارسيلو. حلو. بعد شنو السؤال؟ سيدنا الفرعون سيدنا يوسف سيدنا موسى عفوا يوسف يوسف سيدنا موسى. شنو اسم سيدنا يوسف عليه السلام عند الفراعنه؟ شو يسمونه؟ شنو كان يسمونه؟ شنو يسمونه الفراعنه سيدنا يوسف؟ اي المزرشف. يزرشف. يزرشف صح. صح. شنو اخر الاشهر القمريه؟ اخر الاشهر القمريه ديسمبر. من هو كاتب نشيد الوطني؟ كاتب نشيد الوطني الكويت. اي احمد العدواني. ومبروك ولا هوبا. جاسك من جاسك من هو كاتب نشيد؟ لا جاسك كابون صالون نسائي بقيمة 30 دينار من 5 ستونز وبنت بول 3 اشهر و50 دينار كاش. مبروك. اللي بعده اللي يبي عباد جاوب بسرعه قبل لا اقول سؤال يجاوب. يلا منو؟ عبد الله شلونك؟ هلا الله يسلمك. شو اخبارك؟ الله يسلمك تمام. الله يعطيكم العافيه على هالبرنامج الحلو. الله يعافيك. سلمك ما قصرتم منورين الشاشه وحبيت نورك على البرنامج. خليك سلمك باللعبك فوكس ماشي على قولك. نبي سؤال على ذوقك بتكون جاهزه حلوه نفس طلتك على الشاشه. الله يسلمك. عيلن لعبك فوكس ماشي. على خمس اسئله تعطيني خمس اجوبه ان شاء الله. من ماشي يلا. المغناطيس شنو يجذب؟ شيء واحد قول. 3872 تقسيم
واحد يساوي كم؟ والله النار ما تشب ثلاث اشياء، اكسجين والماده وشنو؟ التنين حقيقه ولا اسطوره؟ البترول ماده طبيعيه ولا صناعيه؟ ممكن تساعدني محمد؟ المغناطيس شنو يجذب؟ الحديد. حلو. 3872 تقسيم واحد يساوي كم؟ نفس الرقم. ما شاء الله عليك، صح؟ ما شاء الله ما شاء الله. النار ما تشب الا بثلاث اشياء، اكسجين والماده وشنو؟ وانا. مصدر شعاع الضوئي. مصدر محمد. شعاع الحرارة. الحرارة. حلو. التنين حقيقة ولا اسطورة؟ اسطورة. اوكي. البترول مادة طبيعية ولا صناعية؟ طبيعية. 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 وهلا هبة مبروك! وينكم يا شباب؟ ايوه ما في احد يصفق. جاكر 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 شوف شوف يا رايي سنصيم من ميجا على ابو ما شاء الله الديوانيه صار يا جماعه يلا هلا هبا الشباب كل يوم هني قاعد يعوضون ديوانيه داخل البرنامج زين فزت معانا ب 50 كاس وكوبون عطورات من طرفه وبنت بوز ثلاث اشهر وعليك العافيه حمد يا حمد أبوي. حمد هلا والله شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. شنو بتلعب؟ شلون ابوي؟ شنو بتلعب؟ والله انت كريم ولا تستاهل؟ شلونك؟ شنو بتلعب؟ كيفك يا يبا كيف؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك حبيبي. شو اخبارك؟ ها ها قال لك ترى 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 صرت عندي الحين ترى ها؟ ترى عندي انت الحين انا عندك؟ ايه خل ادشك من الكاميرا ها ها لا تروح بعد شنو انت بتلعب؟ والله على راسك ها؟ على راسك بوي على ذوقك يقول لك تبي تلعب فوكس؟ ما ادري والله عطى عطى فوكس يلا خل العبك فوكس يلا يلا بس يلا خليك سريع ها؟ ساعدني عاد ساعدني عفا عليك احنا نحل مشاكل ونساعد الكل لا تخاف وشوف احنا مو حاطين لك تايم تجاوب عليه بس انه خليك سريع وياي يلا ما يخالف اوكي وسع يا عمور يلا ماشي ها من عيل ما تشغل صير مخرج بعد يلا الو ركز منو غنى اغنية تهتم فيني؟ شنو عاصمة لبنان؟ منو بطل فيلم مرقان احمد مرقان؟ منو اول شعب اخترع البوصلة؟ شنو عملة قطر؟ زين عملة قطر لريال حلو عادل امام حلو جان بيروت حلو شنو بعد قلنا؟ منو غنى اغنية تهتم فيني؟ اهتمي فيني اغنية تهتم فيني؟ عبد المجيد تهتم فيني شنو عبد المجيد عبد الله شو اسمه؟ عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد من اول شعب اخترع البوصلة؟ البوصلة؟ دامي ديني تعال دامي شلون؟ شذي 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 شو اسمه الصين 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 وهلا هلا